الناس استافدوا، انا ما استافدش. كاين اللي ما ساكنش تما وصايبوا لي شهادات السكنه ب 10000 درهم، وانا اللي ولدت تما وزيد تما وكبر تما، والسيد العامي السيد الوالي عطى التعليمات ديالو للعامل، والعامل عطى التعليمات ديالو للسيد الباشا، والسيد الباشا قال لي غنحصوك مع الناس ديال عين عتيق. نهار قال لي غتوزع الارض غتجي لهنا، غتجي لعين عتيق، ما تمشيش للعماله، حنا غادي ما تبقاش تمشي عند العامل. قلت لي واخا انا اللي عطيتيني حقي انت، علاش غنمشي انا عند صدع العامل؟ نهار توزعت الارض مشيت عند الباشا قال لي ما تنعرفكش، هزني وطلقني. ودابا تنطلب ماشي من وزارة الداخلية، وزارة الداخلية كتبت ليها، كتبت ل أو كتبت تا مجلس حقوق الإنسان، تا هو كتبت ليه، قال لي ما عندنا ما نديرو لك، هادوك جاوبوني، قال لي سير للداخلية. مشيت للداخلية كتبت ليهم تا هومايا ثلاثة شكايات ما جاوبونيش. الديوان كتبت ليهم 6 المرات، المستشار ديال سيدنا كتبت ليه مرة، فؤاد علي الهمة. ودابا بغيت سيدنا هو اللي غادي يتدخل، ما يتدخل ليا حتى واحد، حيت الناس خساوني ما بغاوني. الناس كاين اللي ما ساكنش تما عطاو، وانا اللي كان عندي محالي تما وبراتي تمايا ما عطاونيش. انا دابا بغيت سيدنا هو اللي غادي يتدخل في هذا الشيء، ورانا كنت 8 سنين وانا في معمورة، ودبحت لحولي انا واحد السيد معايا، انا واحد في الباب الرسمي ديال سيدنا. وعلاش ذبحتو؟ ذبحتو باش يسيق الخبر سيدنا ويعيط ليا. حالي ملي سيدنا ما عرف سيدنا ما ساق الخبر، كون ساق الخبر غادي يعيط لنا في البلاصه، مهما درنا هذاك الشيء غادي يقول لك هاد الناس ما داروا هاد الشيء توصلت لهم العظم، اراهم ليا. هو سيدنا ما ساقش الخبر، وانا دابا بغيت سيدنا هو اللي يتدخل، حتى واحد ما بغيتو يتدخل، انا بغيت سيدنا هو اللي يتدخل. ما يتدخل لا وزير الداخليه لا العامل، حتى واحد هو اللي بغيتو يتدخل. الله يطول لنا في عمر، وانا مريض 3 عمليات وما تليتش قديت باش نبقى نمشي لعين عتيق، كنت ساكن تم فيها حتى هي انا والناس. كاينين الناس كاينين اللي استافد، وانا بقيت غير انا في هذاك الدوار اللي ما استافدش. ودابا بغيت سيدنا هو اللي غادي يتدخل. والسلام عليكم. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة.